أعزائي المشاهدين في كل مكان، برحب بيكم النهاردة في فيديو جديد معايا عن توقعات الأبراج. أنا مريم، لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدعموني باللايك، ولو لسه ما اشتركتوش انتوا مستنيين ايه؟ اضغطوا على الاشتراك وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل فيديو جديد معايا. أنا بكبر بيكم ومعاكم. توقعات برج الجدي السبت 3 يوليو تموز 2021. أظهر الأشخاص في المكتب جانبهم غير المعتاد، وقد لا يكون لديك الوقت أو الطاقة للتعامل مع هذه المنطقة المجهولة. قد يكون الشعور القوي بالانضباط الذاتي مفيدا لك، ولكنه قد يفسد أيضا فرصك في قضاء وقت ممتع. هذا يوم جيد لاكتساب أشياء جديدة، سواء كنت تتسوق عبر الإنترنت أو تتصفح مركز التسوق المحلي. احتفظ بذكائك عنك، تأكد من أنك لا تشتري بدافع وإلا ستندم على قرارك. فكر بإسراف ولكن أنفق باعتدال، الصديق مستعد لمعاملتك بشيء خاص. توقعات برج الجدي العلامة الأولى مواليد 22 ديسمبر إلى 31 ديسمبر. أنت لا تحتاج التوقف عن التفكير في الأحلام المستحيلة، ولكن لا تقدم على أي مخاطرة قد ينتج عنها خسارة مما سبق إنجازه، إلا أن هذه الأفكار تشكل خطرا في أنها تنبع من حالة من عدم الرضا. لذلك عليك اكتشاف السبب في عدم الرضا. اسمح لنفسك بالمزيد من السلام وابحث عن ذاتك، عندئذ سوف تصل إلى جذور المشكلة. توقعات برج الجدي العلامة الثانية 1 يناير إلى 10 يناير. أنت اليوم غير متفق مع ذاتك، وهذا واضح في عدم الرضا العميق، وكذلك في التقلبات المزاجية التي تريد فرضها على الآخرين. يجب أن تتقبل الهزائم أيضا في الوقت الحالي. انظر للأمر على أنه مساعدة للمستقبل، وحاول استخراج بعض الإيجابيات في الموقف، واشغل نفسك بالأمور التي تسعدك، إلا فلن تستطيع التخلص من الإحباط وسوف تعادي الآخرين. توقعات برج الجدي العلامة الثالثة من مواليد 11 يناير إلى 19 يناير. تستحق قوة عزيمتك الثناء، ولكنك تنسى أن الحياة تحمل أشياء أخرى غير النجاح. أنت تسعى بمثابرة شديدة، ولكن عليك أيضا تقبل النكسات. اعطي لنفسك المزيد من الوقت للوصول إلى أهدافك بطريقة أكثر راحة، فقد عندئذ تستطيع الاستمتاع بالنجاح. اسمح لنفسك بالانجراف قليلا، وإلا فسوف تمر الحياة وتتركك.